أهلا بكم مشاهدينا وكلام معقول بدل واشنطن ذهب إلى موسكو، راح لموسكو. يبدو أن حكومة السوداني بدأت تشاكس البيت الأبيض بالدب الروسي وتريد إعادة حساباتها الخارجية والشراكات المقبلة في كثير من الملفات والقطاعات والخروج شيئا فشيئا من العباءة الأمريكية، وتريد ترتب اصطفافات جديدة لها، خاصة مع التطورات الإقليمية وما يجري في المنطقة في فلسطين واحتمالية انعكاسها على الإقليم العربي هذا ككل والمنطقة ككل. فالزيارة المعلنة إلى روسيا تشير إلى تفاهمات في مجال النفط والطاقة والتبادل التجاري، لكن هناك جوانب أخرى غير معلنة سيصل الاستثمار فيها طبعاً مع المعلن إلى ما يقارب 19 مليار دولار، واللي هو التسليح. تقول المصادر أن قادة الإطار وعلى مدى شهور كانوا يضغطون تجاه دفع السوداني إلى شراء منظومة الدفاع الجوي الروسي S-400، واللي حتكون بمثابة رسالة واضحة للقيادة الأمريكية اللي ما فتحت الأبواب أبواب البيت الأبيض بموعد محدد رسمي 100% لاستقبال أبو مصطفى سوى إعلان قبل شهر وشوية تقريبا. فبغداد تحاول الحفاظ على نفس مستوى الاتصالات مع موسكو كما كانت في عهد الاتحاد السوفيتي، لكن يبقى السؤال الأهم على الطرف المقابل، هل ستقبل واشنطن بهذه التطورات والتفاهمات؟ وكيف ستسمح بجدولة خروج قواتها اللي تطالب بها الفصائل المسلحة الداخلية في وقت كل تأكيدات التابعة للجنرالات الأمريكية تؤكد بقاء جيشهم لمدة يطول معرفة نهايتها، خاصة هي تستند على طلب حكومي عراقي لبقائها. المهم التطورات صارت كبيرة وسريعة وربما قد تغير أمور كثيرة بدءا من العراق وقد لا تنتهي عند دولة محددة في المنطقة. من نقول التطورات مو شرط إلى أنه أمريكا تسوي شيء، لا ممكن بالعكس.